ما مفهوم المنهج النقدي في التعامل مع الدراسات السابقة؟ موضوع حلو بصراحة، موضوع سمين. هذا الموضوع له 3 محاور. المحور الأول، هل باحث الماجستير والدكتوراه له الحق في أن ينتقد رسالة علمية سابقة؟ وإذا كان له الحق في أن ينتقد، فما حدود النقد؟ موضوع شائق وشيق أيضا، لأنك لكي تمتلك أسلحة النقد وآليات النقد لابد أن تكون أعلى علميا وتخصصيا من المادة التي نعتزم انتقاده. وطالب الماجستير والدكتوراه لا أظنه قادرا على تقييم رسالة سابقة أو بحث ترقية بإظهار المحاسن أو العيوب، لكن ممكن في سياق المسايرة يذكر المحاسن: اتسم هذا البحث بكذا 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 بكذا. وهذا منهج وصفي، إنه بيصف الدراسة السابقة ولا غبار عليه عندئذ، ولا مشكلة. ولا يستطيع باحث الماجستير أو الدكتوراه أن ينتقد بحثا في مجلة علمية محكمة قام عليها أساتذة كبار أجلاء لبحث رقي به صاحبه إلى درجة أستاذ. هذا يعني من قلة الخبرة إن باحث ماجستير أو دكتوراه ينتقد بحثا من بحوث الترقية للأساتذة، ولكن كما أسلفت آنفا ممكن يذكر محاسن البحث، الجديد في البحث، مواضع الإفادة من البحث. يبقى إذن المنهج النقدي هنا منهج تأملي، منهج استشراقي، وليس منهجا نقديا بمعنى النقد العلمي الذي يقوم على أسس علمية في إجراء النقد. ولكن دعني أركز معك في نقطة مهمة جدا. بعض علماء النقد الأدبي بيقول إن النقد مجرد وصف وليس بالضرورة تقديم نواحي سلبية والدخول في مضامين ضعف للنص. يعني مثلا أستاذ الدكتور محمد منظور من أكبر أساتذة في النقد الأدبي ذكر هذا الكلام، من الممكن أن يقف دور الناقد عند البيان التحليلي للنص وشكرا، وليس بالضرورة أن يقف عند ضعف في النص أو ضعف في الحبكة أو ضعف في التجربة الشعرية وهكذا. وهذا كلام معتبر. يعني إذن مسموح للباحث أن يكشف المزايا وليس العيوب، لأنه قاصر على التوصل للعيوب، أكان هذا في الدراسات الأجنبية أو في الدراسات العربية.